أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم لبس المرأة في اللباس العلاقي وهو الذي يسمى المزلط أو الثياب نصف كم؟ وما حكم لبس الشورت للرجال؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس إلا ما يسترها ويضفي على بدنها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، تستر جميع البدن من ظفرها إلى رأسها، ما يظهر منها شيء ما دامت عند رجل غير محرم. أما عند المحارم وعند النساء فإنها يجوز لها أن تكشف وجهها ورأسها وكفيها قدميها وما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، يجوز أن تكشف هذه الأطراف التي ما فيها فتنة. وأما عند غير المحارم فتستر جميع بدنها. نعم. ولا تلبس عند النساء ولا عند المحارم من رجالها، ما تلبس المزلط اللي تقول هذا والعلاقي وتكشف صدرها وتكشف كتفيها وعضديها وسيقانها، ما يجوز لها هذا، ما يجوز لها. تكشف إلا الأشياء التي ما فيها فتنة مثل الرأس مثل الوجه مثل الكفين مثل القدمين. نعم.